قام وفد من علماء ومشايخ الأزهر بزيارة إلى معهد ناصر، وذلك لتفقد مصاب حادث المنيا الأليم والاطمئنان على أحوالهم الصحية. هذه الزيارة تؤكد على وحدة النسيج الوطني، على أن المصريين جميعا في خندق واحد في مواجهة الإرهاب الغاشم. كلنا كمصريين نرفض استهداف الأبرياء. الدم المصري دم واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي. نحن جميعا كمواطنين مصريين نواجه الإرهاب، ولا بد وأن ننتصر. وهذه المحاولات اليائسة لا يمكن أن تثني عزيمة المصريين عن المضي في المواجهة الصارمة للإرهاب. هذه الأحداث المرفوضة من شريعة الإسلام ومن العقلاء ومن المنطق ومن العقل لا يمكن بحال أن تؤثر على الوحدة الوطنية. هي في تنامي الكنائس، هي أول من يعبر عن هذا ويقول أن هذا لا يمكن أن يؤثر على الوحدة الوطنية ولا قوة النسيج المصري. الأزهر الشريف مدرك للأهداف الكامنة خلف هذه الأحداث، ولذلك دائما نكون مع إخواننا وشركائنا في الوطن لمواساتهم وللتضامن معهم. احنا بنواسيهم اولا، وبنقول لهم احنا يعني بنواسي انفسنا، لان هم كالجزء منا ونحن كالجزء منهم. وبنقول لهم نحن جميعا مواطنين على ارض مصر، الجميع سواء بلا فرق بين مسلم ومسيحي او مسلم وغير مسلم. الحاله النفسيه في اول يومين كانت صعبه شويه، كان في فريق طبي من اساتذه الامراض النفسيه مع الاخصائي الاجتماعي اللي متواجد معاهم يوميا علشان خاطر يبقى في دور من السبورت والدعم النفسي والمعنوي للمصابين. اعتقد بمرور الوقت بدات الامور تبقى افضل، بدات الامور تبقى احسن، بدا الناس تبقى متجاوبه وبدا ان هم